عندما تنظر إليهم ترى مستقبلك بأم عينيك. ها هو الجسد قد ضعف، ها هي الكلمات قد أضمرت، وها هي الأمراض قد ظهرت. مع هذا قوة الإيمان ترافقهم، وهي من تربطهم وتربط ثقتهم بخالقهم، فأصبحوا في شكر على الدوام، لأنهم يعلمون لأجل ماذا خلق الإنسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج حتى نجتمع برأفتك. في هذا البرنامج نطرح مشاكل المسنين وكذلك نظهر حقوقهم وكيف يمكن العناية بهم وأداء حقوقهم بأكمل ما يكون. مشاهدينا الكرام، إن شاء الله نكون بحلقة جديدة من برنامج حتى نجتمع برأفتك بعد هذه الوقفة. سيطر عليه المرض فأخذ منه مأخذاً. تغير أبي ولم يعد كما كان سابقاً. فصيح الكلام ينطق بالحكمة والبيان، فجعلنا في عز ووقار بتلك الوصايا والأمثال. لكن تغير الزمان، مرض أبي وأصبح لا ينطق كما في قديم الزمان. ضعف حاله وأصبح جليس الدار، لم يعد يقوى على شيء، وأصبح المرض رفيقه في كل شيء. فكيف أرحمه وأصله دائماً ولا أتركه في هذا الحال، لأرد له جزءاً من جميل تركه لي برعاية وإحسان، ممتثلاً بذلك لقول أمير المؤمنين عليه السلام: أبلغ ما تستجر به الرحمة أن تضمر لجميع الناس الرحمة. أمراض كثيرة بدأت تظهر على المسنين، وهي من العلامات التي وضعت على الجبين. خلينا إن شاء الله مشاهدينا الكرام اليوم نتابع موضوع جديد وحلقة جديدة بعنوان ضعف القدرة على الكلام وتأثيره النفسي على واقع المسن. ترافقني في حلقة هذا اليوم الأستاذة الفاضلة الست شهلاء الدهش المختصة بعلم النفس، نرحب بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ست شهلاء، سعيدين أنه نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. عزيزتي ست ليلى، ونقدم حلقة مفيدة إن شاء الله، معلومات نافعة لكل من يسمعنا إن شاء الله، خاصة لأبائنا وأجدادنا من المسنين إن شاء الله. إذن من الأمراض اللي يعاني منها بعض المسنين ست شهلاء هي ضعف القدرة على الكلام وإصابتهم بفقدان النطق. كيف ممكن يأثر هذا الأمر على المسن وواقع النفسي؟ يعني نعرف أنه شقد مهم تواصل الإنسان وتواصل البشر مع بعضهم، لكن عندما نفقد حاسة النطق على عمر متأخر وإحنا عمرنا كله مقضي يمكن نسولف ونسمع الكلام الحلو ونأخذ ننطي، مو مثل لما يكون الإنسان بفطرته هو يعني مخلوق مثلا يكون أبكم، هذا يمكن شوية يستساغ الأمر طبعا. لكن مع تقدم العمر ومثل ما نقول تالي عمره يصاب بهذا النوع من المرض، أكيد راح يكون صعب عليه تقبل الموضوع. خلينا نبحث عن الأسباب اللي تؤدي لإصابة المسن بفقدان النطق عند الكبر، تفضل. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الأسباب بالنسبة للمسنين مثل ما ذكرته أنه اللي تخليه ينقطع عن الكلام أو يتقطع بالكلام هي أسباب كثيرة. أول هذه الأسباب مثل ما نعرف هي الأسباب النفسية، والأسباب النفسية تنزج بمحاور أو نقاط كثيرة كالاكتئاب، التوتر، القلق، الصدمة النفسية، كل هاي تسبب أن فقدان النطق عند المسن. هذه نقطة. إضافة إلى أنه الجانب الصحي أيضا يأثر على المسن، يعني اليوم إحنا المسن إذا أصيب بجلطة مثلا على سبيل المثال، أو أخذ بعض العلاجات اللي تأثر على الجهاز العصبي المركزي، أو مثلا خلينا نقول أصيب فد مرض بالدماغ معين، خلينا نقول مثلا زهايمر أو فد ورمة بالدماغ، هذا كله راح يأثر على النطق وبالتالي راح يفقد المسن نطقه. هذا إضافة إلى أنه أكو أسباب وراثية طبعا، أنه العوائل ما تركز بها. اليوم إحنا عندنا بالسلالة الوراثية للعائلة خلينا نقول فد ثلاثة أو أربعة هم بهذا العمر أنه يصابون بفقدان النطق، اللي راح أيضا راح يأثر على المسن، ويمكن يصاب يعني يأخذ
خلينا نقول هذه النقطة الوراثية، نعم. ويصاب بفقدان النطق. فالأسباب كثيرة، ومن ضمن هذه الأسباب أكو فد نقطة كلش مهمة، اللي صراحة حتى بالطب اليوم من تبدي تقول للابن أنه هذا المسن عنده صمت اختياري يتفاجئ، والمستحيل أنه يوم المسن صحيح. عمره 70 سنة. هو هذا اللي تسألكم عليه، أنه هل ممكن أن يكون اختياري أو إجباري، يعني عدم قدرته على النطق يختلف عنه أنه هو اختار موضوع أنه يصمت؟ طبعا هو طبعا مو يعني فد نسبة ثابتة، لكن بعض الحالات عند المسنين يصيبون بالصمت الاختياري. طبعا هذا الصمت الاختياري ما يجي فجأة للمسن، أكيد أن أصيب المسن خلينا نقول بصدمة نفسية، أصيب هذا المسن بفد وعكة أثرت عليه حتى الصحية، خلته أنه يلتجئ لهذا الجانب اللي هو يمكن يعني أيضا نزجه بجانب الاكتئاب. يعني الأمور اللي تحدثنا بها في الحلقات السابقة، الأمراض النفسية يمكن تكون حصيلتها أو نتيجتها هو الصمت الاختياري، واحدة بالضبط منها. بالضبط. فالصمت الاختياري هو يعني يحاول قدر الإمكان أنه ينطق لكن ما يقدر ينطق، بقرارة نفسه يحاول النطق لكن لأسباب نفسية موجودة داخل هذا المسن هو ما يقدر ينطق. يوم اللي خلينا نقول ينزج بفد مجتمعات أو يحتك بفد أسرة أو فد نقاشات أو خلينا نقول مجموعات أصدقاء يحتك وياهم، فتشوفين أنه بإمكانه أنه تظهر من عنده بعض النقاط اللي يعني خلينا نقول بعض الكلمات اللي هو يعني هذا إنسان ينطق ما عنده أي مشكلة. فهذا صمت الاختياري هو يختاره مثل ما ذكرنا لأسباب نفسية، فيتخذه كعلاج. يعني شلون نقول احنا اليوم مثلا اني تأذيت من كذا شخص اني راح امتنع عنه، نفس الفكرة كرد فعل، يعني كردة نعم. فعل، فراح يكون عنده هذا الصمت الاختياري. كل هذه تنزج بأسباب فقدان النطق بالإضافة إلى الصمت الإجباري اللي ذكرتي، قد تكون أسباب وراثية، نعم، ويعني قد تكون جراء صدمة. يعني أكثر الأسباب اللي نشوفها أنه أسباب نفسية أكثر من كونها مثلا يعني لا سمح الله حادث أو شيء يعني أثر على منطقة النطق، هذا الشيء وارد وطبيعي أنه كل إنسان يمر به مو فقط المسن، نعم. لكن هنا المسن ده يتركز الموضوع على أنه عامل نفسي أكثر من أي شيء ثاني، أنه بالضبط. كل ما مر بصدمة نفسية أو أذى نفسي أو اكتئاب ده يمر بحالة يعني خلينا نقول اختيار أنه لا ينطق، بالضبط. أو أن يكون مجبر. يعني إذا ذكرتي أنت هو ده يحاول أنه يعني يتحدث، يعني ليلى شلون يبدي الشخص اللي كأنه ما يعاقب نفسه؟ يعني اليوم أنا المسن فقد صديق كلش عزيز عليه، أو مثلا نعم. المسن نفسه فقد زوجته أو الزوجة فقدت زوجها، يعني يلجؤون لهذا الطريق كأنه خلص، يعني هو بعد الدنيا انتهى الموضوع، وأنه بدأ يلتجئ لهذا الطريق أنه يصمت إلى أن خلينا نقول الحين وفاته هالشكل. يعني بعض المسنين عندهم هذه النقطة أنه خلص، يعني حتى انه ما يستاهل تنجح الوضع. يعني هذه الخطة اللي اتبعها المسن؟ لا هي صراحة هي قصدك كعلاج يعني، او تنجح بطريقة انه الضغط التعبير على المقابل؟ هو يتخذها يعني اكثر حالات الصمت الاختيار ما تعتبر ضغط، تعتبر كتعبير عن حزنه، زين، فيلتجئ لهذا الجانب انه يبدي يسحب، خلينا نقول يسحب نفسه من المجتمع بهذا الاسلوب بهذه الطريقه. لكن اكو البعض يعاقبون الاهل باهمالهم او كذا بانه يختارون الصمت، يعني تكون مساله عناد او رد بالضبط. فعل. اكو نسب هالشكل، اكو نسب هالشكل، لكن النسبه العامه هو يتخذها خلينا نقول الجانب النفسي من الاذيه النفسيه والاذى النفسي. طيب ايش قد نجحت انه يعني قبل لا انه نتحدث عن موضوع العلاجات، ايش قد نجحت انه يخرجون الاشخاص المسنين من هذه الحاله اللي هم بيها، يعني عن الصمت، يخرجون عن صمتهم؟ حسب الحالة ست، اليوم الحالة خلينا نقول 25% تتعالج أسرع من 50%، يعني حسب الحالة اللي وصل لها المسن، حسب الصدمة النفسية اللي أثرت عليه، العائلة الموجود بها، كل ترتيب، طريقة اختلاطه بالمجتمع، حياته السابقة اللي كان عايشها، كل هذا يأثر على علاجه. فاليوم إحنا العلاج يعني ما نقدر إحنا نقول نسبة نجاحها عند هذا الشخص 100% وعند هذا الشخص لا هماتينا 100%، لا، حسب الشخص، حسب البيئة اللي مثل ما ذكرنا اللي موجود بيها، حسب طبيعة خلينا نقول ذاكرته وما مر به خلال الأيام اللي فاتت من عمره، كل هذا يأثر بعلاجه. يمكن اليوم إذا شخص مسن متعرض النكبات كلش كثيرة، مو نفس الشخص اللي تعرض لهاي الصدمة وأني راح أعالجه على أثرها. احنا ذكرنا دور الأبناء، لكن نريد نشوفه بطريقة بارزة أكثر، أنه دور الأبناء كيف يجعلون المسن يتعايش مع هذا المرض ويتقبل المرض حتى أنه لا يأثر بأضرار سلبية، يعني خلينا نقول حادة أو يعني أكبر من الوضع اللي هو به. نعم، النقطة الأولى أنه اللي هي كلش مهمة، أنه إحنا ما نبين للمسن أنه أنت عندك فد خلل معين. أنت اليوم فقدت فد حاسة، أنت اليوم خلص، أنت يعني إضافة للأمراض المزمنة اللي موجودة ويا هذا المسن
فقدت فد شيء ثاني اعز، خلينا نقول. فاحنا نحاول قدر الامكان انه بطريقه علاجاتنا، سواء كان يعني ان كانت هذه العلاجات تحتاج الى طبيب، او ان كانت هذه العلاجات مجرد انه بطرق يعني خلينا نقول بسيطه نقدر نتلافى هذا الموضوع. طيب. نحاول قدر الامكان انه ما نبين للمسن هذه النقطه، ما نخلي شخص يتحدث امامه المسن بهذه النقطه، ما نخلي الضيف انه اليوم يقول مثلا هذا ابو فلان او الشخص الفلاني ليش مدى يحكي ويانا. هذه النقاط كلها تسبب تحسس اكثر. اليوم اذا كان عنده خلينا نقول عناد مثل ما ذكرته، راح يكون العناد بعد اكثر. فنحاول ننسي الموضوع المسن، نخليه ينساش قد ما نقدر. هاي نقطه كلش مهمه. والنقطه الثانيه، قد ما نقدر نخليه نزجه بالمجتمع. نعم. بأي طريقة يعني، خلينا نقول مع الأسرة، مع تفاصيل بالزيارات، أي طلعة تصير عندنا، أي مكان، أي ضيف يجينا خليه يقعد وياخذ صار الجلسة أمام هذا المسن. نعم. كل ما راح ينشغل أحسنتم. ينشغل أكثر، كل ما راح يعني خلينا نقول ينسى الصمت ويبدي يتحدث، ينسى المشكلة. نكمل هذه النقاط شهلاء، لكن بعد وقفة قصيرة إن شاء الله مع مشاهدينا، حتى نشوف أكثر يعني حول هذا الموضوع، أنه عناية الأبناء بآبائهم خاصة في مرحلة فقدان النطق. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل ونعاود الحديث، ابقوا معنا. نتمنى من الشباب من صغار وما كبر، ولا ولا بكبار قبل الصغار نكون، لأنه مثل الأب بعده شاب، بس يعلم أبنائه، يعلمه منه بأي شغلة برا يشوفه إنسان كبير السن يحتاج يد العون. أول شيء أنت بس لو تمد إيدك وتعبر من الشارع شيء حلو، شايل حاجة ثقيلة أساعده، يعني هذا في الشيء. وبالنسبة للآباء الأبناء، يعني أنا مو أبويا كبر وتعب وقدم كل ما يمكن، وآخر شيء أشيله وأشمره برا. وهي هاي يعني ظاهرة قلنا شباب مجتمعنا، هذا تخلف وليس تقدم. يعني لا، أخلي على رأس الأب، لأنه أنت باكر نفس الشيء، كما تدين تدان. أنا اليوم إذا ما يشوفون أبنائي أشيل أبوي وأخليه على شتافي، وأقبله وألقاه واقع أشيله، ألقاه مريض أعونه. إحنا كشباب يجب أن نقدم له المساعدة اللي يحتاجها. ممكن على المدى ما يشعر بأنه كبير وعاجز، يشعر بقوته. وإحنا كشباب يعني بعدنا أعمارنا صغيرة، إن كان محتاج فلوس نساعده، ممكن عربانة نقدم لأهله، نروح للأهل نعطيهم المساعدة. نفر شيء اكيد، نفر بكل مكان على المود. نعم شيء اكيد، تعبوا علينا من زمن احنا صغار وربونا وتعبوا علينا حتى وصلنا الى مرحله الكبر، خب مو نتركهم ما يصير. هاي الحالات كلها راح تنعكس علي من على النشأة الكبرى للشاب. هاي النشأة هي تصبح عنده حاله توعويه داخليه انه يساعد الكبراء، يساعد الشياب، يساعد الاباء، يساعد الابناء. وعند ما يكون ابنه ابوه يعني يعجز عن الحاله، هو يكون ينقذه، يعني حاله يساعده حتى عبور الشوارع. من يشوف طفل او يشوف رجل كبير بالعمر يريد يعبر الشارع، او مثلا الام يعني يحترمها ويعتبرها قدوه للمجتمع، وهكذا يصبح الشاب هو يترعرع وينشأ على الحاله الى ان تنبني عنده الروح الطيبه والمخلصه للدين والاسلام بشكل عام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. السلام على محال معرفه الله وعيبه علم الله محمد وآله السادات الهدات، فهم باب العلوم وخزانها، وتصدر عنهم وقال ولقد بينوا لنا حقوق الناس جميعا، ونحن بصدد بيان بعض مكانة حقوق الوالدين وأهمية الوالدين عند الله سبحانه وتعالى، من خلال بيان بعض فقرات وباختصار لفقرات دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه لأبويه في الصحيفة السجادية، فقال: اللهم صل على محمد وآله، واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببرهما بي مغفرة حتمة. هنا كرر الصلاة على محمد وآل محمد في الدعاء، وكما بينا في الحلقة
الحلقات الماضية أن تكرار الصلاة على محمد وآل محمد فيه فوائد عديدة على الدعاء، لكن نذكر اثنين منها، أن ذكر الصلاة على محمد وآل محمد في الدعاء وذكر أشرف الخلق صلوات الله وسلامه عليهم في الدعاء يلطف الدعاء وينور الدعاء ويقرب الدعاء إلى الاستجابة، فهم الهداة الأنوار الجلية الواضحة، الأنوار الإلهية الذين أينما حلوا في عالم المعنى أو في عالم المادة تركوا نورا وتركوا أثرا معنويا وروحيا فيما يرد فيه ذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، وأيضا يجعل الدعاء قريبا للاستجابة، وكل الأعمال ما بين الرد والقبول إلا الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، فالدعاء يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يستجيب بعض الدعاء ويترك البعض الآخر. زين، وهنا أيضا في هذا المقطع يبين آثار الدعاء للوالدين، وهو نيل الولد للمغفرة الإلهية بدعائه لوالديه، وكأنه أدى حقا من حقوقهما، وبأداء الحقوق تنال المغفرة، ونيل الوالدين للمغفرة الإلهية أيضا ببرهما بولدهما. زين، الإمام يبين سبب طبعا مغفرة الذنوب الابن هو دعاء للوالدين لأنه أدى الحقوق كما بينا، وسبب مغفرة ذنوبهما لأنهما برا لبرهما به، وهنا التفاتة لطيفة أن البر لا يكون فقط من الولد اتجاه والديه، أيضا من الأبوين اتجاه الأولاد. وللبر طرق كثيرة وقد بين بعضها في الدعاء بيناه في الحلقات السابقة، لكن أفضلها وأسماها وأعلاها هو الدعاء للوالدين، الدعاء للوالدين، لأن الإنسان عندما يقف عاجزا أمام حقوق والديه ومعرفة مكانة والديه لا يسعه إلا أن يتوجه إلى الذي خلقهم وإلى الذي يعرف حقهم وهو الله سبحانه وتعالى، فيطلب لهم الدعاء من الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والمغفرة والدرجات العليا عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بما جاء به الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عدنا إليكم مشاهدينا، وقبل الفاصل تحدثنا حول موضوع دور الأبناء في العناية بأبائهم، وخاصة من فقدوا النطق، العناية بالمسن حين فقدانه النطق سواء الاختياري أو الإجباري. طبعا ترافقنا في حلقة هذا اليوم، نرحب بها مرة أخرى ست شهلاء الدهش المختصة بعلم النفس. أهلا ومرحبا بكم ست. إذن تحدثنا قبل الفاصل حول تفاصيل أو يمكن نقطتين بما يخص دور الآباء في أو دور الأبناء عفوا في العناية بالمسن، حتى لا يكون أكفد صدمة نفسية كبيرة عليه تتفاقم هذه الآثار أو الأضرار السلبية على حياته لكونه هو فقد النطق. ذكرتي من النقاط أنه زج في المجتمع وفي تجمعات مع العائلة حتى أنه يكون متآلف اجتماعيا وينسى مسألة أو مشكلة النطق. خلينا أيضا نتعرف شلون أني أحكي المشكلة، أو هل أنه ما يحق لي أتحدث بي المشكلة أمام الآخرين، شلون أبين أمام الآخرين أنه هذا الشيء يعني شيء طبيعي ولا يخجل من المسن، أم يعني نهائيا ما أذكر المسألة أمام الآخرين؟ بالنسبة للآخرين طبعا يعني بالنسبة للمسن نفسه احنا ما نذكر الموضوع نهائيا، هذه نقطة احنا اتفقنا عليها. بالنسبة للآخرين اذا كان الموضوع مثلا خلينا نقول ابن الابن، مثلا الخال، العم اللي هم خلينا نقول بدائرة العائلة، هذول اليوم احنا نفهمهم طبعا بس مو أمام المسن، نقولهم مثلا خلينا نقول هذا الموضوع وراثي، هذا الموضوع صار مع المسن بسبب وفاة الشخص الفلاني، هذا الموضوع صار بسبب الصدمة الفلانية، بدأ نتحدث معهم حتى يكون تخفيف بالنسبة للمسن، حتى ما ينفتح الموضوع أمام المسن، حتى هم نفسهم دول دائرة الأسرة يساعدون الأبناء بعلاج المسن. اليوم أنه يعرف أنه مثلا المسن عنده صمت، فأكيدا راح يساعد الإبن، حتى الضيف اللي جاي خلينا نقول خال عم، راح يساعد الابن انه بطريقه الكلام، بالاسلوب، بالايماءات، شلون احنا اليوم نقدر باي طريقه انه نخلي هذا المسن يتحدث. فهي نقطه كلش مهمه. اضافه الى انه اكو فد نقطه ثانيه، المسن نفسه انه اكو اذا وصل الى مرحله
يوم خلينا نقول تطورت يعني حالته، لازم يعني طبعا هذه للاسف العوائل ما تلجأ لهاي النقطه، لازم يروح طبيب. خلينا نعرضه على الطبيب، خلينا نعرف المرحله اللي وصلها شنو، يمكن انه راح يتحدث مع الطبيب. عنده صمت بس ويانا ما بس مع الطبيب غير شكل. فخلينا انه طبعا هذه الثقافه للاسف الشديد مو موجوده عند اغلب الاسر، انه اليوم اني خلص هو مسن وبدا ينقطع عند الحديث وانقطع عن الكلام وخلص اترك بمكانه. هاي نقطه كلش خطا، انا راح افاقم الموضوع عليه. المفترض قدر الامكان اذا شفنا نفسنا احنا اليوم ما نقدر نشوف حل معين لهذا المسن، خليه يوديه لشخص مختص اختصاص يعالج هذه النقطه الموجوده عنده افضل مما تسبب له يعني اثر نفسي ثاني عليه. نعم احسنتم. ايضا مثل ما يعني نعرف انه بهاي الحاله يصير المسن جدا حساس طبعا. يعني مجرد انه ينذكر امام موضوع انه النطق او موضوع حالات بكم او غيرها من المواضيع اللي تخص حالته، يعني بسرعه انه يتحسس او يزعل او حتى يمكن يعني يستثار بالبكاء. فشلون اني اتجنب هذه الحاله؟ ام هو امر طبيعي وبعدين انه يتاقلم مع المسن؟ وبصراحه اي فت شيء خلينا نقول جديد على الشخص، سواء حتى احنا يعني مو المسنين، احنا راح يكون صعب علينا. صحيح. يعني فت شيء كلش طبيعي بدايه الموضوع، يعني فت شيء كلش صعب عليه، فيبدي يتحسس من كل شيء. هسه اليوم اكو عوائل يعني ما شاء الله عليهم كلش حريصين ما يبينوا لهذا الجانب، وخلينا نقول شلون يعني يقرون من عيونه للمسن. اليوم محتاج مي، محتاج حمام، محتاج كذا، بدون ما ينطق المسن، مجرد ما شافوه مثلا خلينا نقول فار مثلا راسه باوع بعيونه لابنه بفتح حركات معينة، هم حيفهمون ويلبون طلباته بدون ما يسببوا له إحراج. بس مع ذلك هو يعني رغم هذا خلينا نقول المدارات للمسن، يبقى المسن هو يتحسس يعني في شيء جديد عليه، فطبيعي إنه يتحسس أول أيام. في شيء كلش طبيعي. يعني المسألة عادية، لا يخافون الأهل. كلش طبيعي يتحسس في شيء جديد عليه، ويعني نحاول قدر الإمكان يعني إنه إحنا. تشوفين إن أحيانا يشعرون بالذنب إنه هم يمكن ما يعرفون يتعاملون معه أو هم يأذون مشاعره. يعني خلينا نقول اذا كانت العائله مداريه فهو يعني في شيء جديد عليه انه فد خلينا نقول اكو طبعا المسنين اكو فد نقطه كلش مهمه، اكو مسن يستقبل الفكره، يعني تشوفي انه باسبوعين انتهت عنده اي مشكله يصادفها، اكو مسن لا تبقى عنده سنه. فخلي الراعي هذا الموضوع تأخر انه يعني الحاله بالضبط. يعني المسنين مو كلهم نفس الترتيب، تعرفين اليوم اذا خلينا نقول فد مسن هو كان استاذ بالجامعه ومثقف وطالع وواعي ومتقاعد ووصل هذا العمر، فتشوفين ثقافته خلينا نقول اكثر وعي، يعني مثلا خلينا نقول مطلع على الصمت الاختياري، مطلع على فقدان النطق، مطلع على ان الانسان بهذا العمر يصيب جلطات ويصاب بهكذا، عنده اطلاع، فيكون صدمته اقل من الشخص اللي ما متوقع هذا الشيء. فراح تكون الصدمه بالنسبه الى اقوى، فراح تاخذ ايضا وقت اطول. صحيح احسنتم. طيب دور المجتمع اليوم في جعل المسن يتغلب على هذه المشكله، طبعا اذا كانت المشكله النفسيه مؤقته او دائمه. يعني احنا ذكرنا المجتمع من الأقارب والأصدقاء، لكن عندما نخرج إلى المجتمع مثلا كان يكون المسن ذهب إلى محل البقالة مثلا ليشتري شيء معين أو محل الخضار أو في نزهة، نظرات المجتمع إلى خصوصا هو ذا يحاول أنه يتحدث أو يوصل فكرة، إيش قد يكون صعب على هذا المسن؟ وهل عندنا هذه الثقافة أنه احنا نتقبل هذا المسن بحالته هذه أم لا هناك طعن وأذى من قبل الآخرين؟ بصراحة نتمنى من خلال قناتكم أنه يكون توجيه للمجتمع بشكل عام أنه الراعي هكذا حالات. يعني إحنا نشوف صراحة يعني بالأسواق الموضوع هواية، تشوفين أنه مثل ما ذكرتوا البقال يترك الناس الموجودين كلهم ويبدي ها حجي شنو رايد شنو أنطيك مثلا، تشوفين أكو هواية خاصة شبابنا متعاونين ما شاء الله أنه يبدي يراعي يطيه فد مساحة من الاهتمام مام لهذا المسن. صحيح. ويترك الاشخاص الموجودين عليه حتى يعني يبين له انه هذا كلش جانب نفسي وكلش مؤثر. فنتمنى انه يكون من خلال قناتكم توجيه لكن للمجتمع. يعني احسنتم، لكن عندما يتاخر هذا المسن بالنطق قد يسبب ازعاج يعني للاخرين ياخرهم. بالضبط بالضبط. فاحنا اليوم اذا كنا بوعي وثقافه معينه نستوعب انه هذا المسن عنده فد، حتى المصابين بالجلطه يعني اكو هوايه بهم يعني يتحركون ويطلعون للاسواق، فهم ايضا يعني حتى لو فقد النطق بشكل تام يبدي انه كلماته متقطعه مو اي شخص يقدر يفهمه. صحيح. يعني بس الابناء يقدرون يفهموا. يعني لا نترك المسن مثلا يخرج وحده الا ان يرافقه شخص من العائله يفهم عليه. لو كان يعني المسن يعني بمفرد يعني بهذا المجتمع، نحاول قدر الامكان احنا كمجتمع بشكل عام انه احنا نلبي طلبات هذا المسن. وبالنسبه للابناء ايضا اكيد يعني اذا اليوم احنا شفنا بحاله انه ما يفهم المقابل، بحاله صحيه يخاف عليه مثلا لو يوقع في مكان معين، اكيد لازم يكون
الابن او ابن الابن يعني مع بهذه المكانات. نعم يعني احيانا المسن ما يقبل انه شخص يرافقه انه انا شنو يعني ما اعرف او انا ضعيف مو قوي، هل شفتوني انه بهذه انه انا خرفيت مثل ما يعبر عنها، انا بعدني قوي بنشاطي وبحالي، فيرفض انه يرافق احد. هنا يبدي ايضا ينعكس دور المجتمع في انه يحتوي هذا المسن. نقدر ما نبين له ست اذا احنا اليوم شفنا وضعه الصحي مو تمام وما يقدر انه هو يعني يخرج بمفرده، فنقدر انه ما نبين له انه احنا اني اذا ارسل ابني وياك حتى مثلا تشتري له فد شغله معينه عاجبه يشتري مثلا ما يقبل الا يطلع مثلا خلينا نقول ما يقبل الا يطلع ويا جده. انه اليوم اني مثلا التحبيب يعني بالضبط اليوم اني مثلا انت مثلا خلينا نقول الجد اي مكان مثلا متجه اني نفس المكان عندي فد شغله معينه الابن يقدر يقول له. فهذه الاساليب كليتها يعني نقدر نستخدمها بالاسلوب الغير مباشر ونقدر حتى احنا نحافظ عليه على صحته على وضعه الاجتماعي حتى ما يكون عنده تحسس على نفسيته. فنقدر احنا بطريقه ثانيه ما نبين لانه احنا اليوم رقابه، احنا اليوم حتى احنا نخاف عليك انت ما تقدر بوحدك، لا مثلا اني نفس المكان رايح تعال وياي بالسياره بابا، مثلا مثلا ابني مثلا دا يريد يروح وياك يجيب مثلا كذا حاجه. فهذا الموضوع نقدر احنا نتلافاه باسلوب ثاني. يعني ما يتحسس هنا المسن انه لا انتم متقصدين تدزون وياي شخص. مو كل المسنين الغير مباشر هواي يشتغل عليهم. هم كلش يكرهون الاسلوب المباشر انه انت لا خلاص ما تقدر، هذا كلش يكرهه. لكن الاسلوب الغير مباشر حتى وان فهم المسن ما يقدر انه ينفيه او يرفضه. نعم يعني انه ما يقدر يواجه الموضوع بما انه هو خلينا نقول كبير العائله وعمره في 70 80 سنه 65 سنه. شلون انا اليوم ارفض مثلا خلينا نقول طلب الحفيد؟ شلون اليوم اني ارفض انه مثلا اخذ الشخص وياي مثلا خلينا نقول للمدرسه؟ شلون انا اليوم ارفض مثلا اروح ويا مثلا ابني او مثلا بنت ابني كذا؟ فهذه التفاصيل راح يعني شلون نقول احنا بدنا نعطي احساس بالمسؤوليه. هو ما يقدر هذا الجانب، هو بعد هذا 70 سنه هو عنده احساس بالمسؤوليه ومتعاون. فاليوم هو ما راح يقدر يرفض حتى وان هو فهم القصد او فهم الفكره انه احنا لان احنا نخاف عليه. ان شاء الله يا رب الشفاء والصحه والعافيه لجميع إن شاء الله اجدادنا وأبائنا من المسنين. شكرا جزيلا لكم ست شهلاء. شكرا موصول لكم عزيزتي. إن شاء الله بالتوفيق يا رب وزادكم الله علم ومعرفة إن شاء الله. لكم إن شاء الله عزيزتي كل هذا. إذا مشاهدينا الكرام في نهاية حلقتنا لهذا اليوم جزيل الشكر والتقدير لكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن كنتم قد استمعتم لهذه الحلقة وكانت لكم فائدة فيها. إلى الملتقى في حلقة مقبلة، في أمان الله وحفظه. السلام عليكم أصدقائي، ما هو أطيب شيء وما هو أسوأ شيء؟ يقال إن حكيما سأل ابنه وقال ما هو أخبث ما في الإنسان؟ فقال لابن يا أصدقائي اللسان. اللسان يا أبي. قال الأب لماذا يا بني؟ قال الابن لأنه إذا خبث اللسان وكان فاسدا يودي بصاحبه إلى الهلاك والنار. فقال الأب وما هو أطيب شيء بالإنسان؟ قال الابن اللسان يا أبي. قال الأب لماذا؟ قال لأن اللسان إذا طاب يقود صاحبه إلى النجاة من النار. لذلك يا أصدقائي علينا أن ما نقول بلساننا إلا الأشياء الجميلة. إلى اللقاء.